في لحظة تاريخية تعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، تستضيف العاصمة السعودية الرياض أول قمة خليجية مع رابطة دول الآسيان، حدث بارز يمثل تطوراً مهماً في العلاقات بين الجانبين ويعكس تصاعداً في الجهود لرفع مستوى التعاون والتنسيق في مجموعة متنوعة من المجالات. وبناءً على تاريخ العلاقات الطويلة بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، يتوقع أن تفتح هذه القمة أبواباً جديدة للتعاون وتعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. من بين أبرز الأهداف الأخرى التي تسعى القمة لتحقيقها مناقشة واعتماد إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة 2024-2028 بين دول مجلس التعاون الخليجي والآسيان، والذي يشمل مجموعة واسعة من المجالات منها السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والزراعة والتعاون الاجتماعي والثقافي. كما يتوقع أن تكون قضايا المنطقة على جدول القمة، بما في ذلك التصعيد الجاري في قطاع غزة، والذي يتطلب تنسيقاً دولياً وجهوداً مشتركة للتصدي لهذه التحديات. وتعود علاقات دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان إلى عام 1986، حين قرر مجلس التعاون الوزاري الخليجي بدء اتصالات أولية مع رابطة الآسيان. ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات بين الجانبين، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم تعزز التعاون وتدفع بالشراكة بين الطرفين نحو الأمام. وفي سياق تزايد التحديات والفرص على الساحة العالمية، تأتي أول قمة خليجية مع دول رابطة الآسيان كحدث استثنائي يعكس حجم الطموح والإرادة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. إن استضافة العاصمة السعودية الرياض لهذه القمة تشكل توجهاً استراتيجياً مهماً في سعي الدول الخليجية لتوسيع دائرة شراكاتها الإقليمية والعالمية. والأكيد أن هذا الحدث ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو تجسيد لجهود دامت عقوداً لبناء علاقات قوية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، قمة ترتقي إلى مستوى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة ورفع مستوى الأمان والاستقرار وتكريس التعاون المشترك في مجموعة متنوعة من المجالات. فكيف ستؤثر هذه القمة على تطور العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان في المجالات المختلفة؟ وهل ستنجح في تحقيق أهدافها المعلنة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف القضايا؟ وكيف سيؤثر التصعيد الحالي في قطاع غزة على مباحثات القمة والجهود الإقليمية والدولية للتهدئة؟ وهل ستساهم هذه القمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة بفعالية؟ وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتعزيز التعاون المستقبلي؟ تظل هذه الأسئلة عالقة في انتظار الأحداث المستقبلية والتطورات الجارية، لكن الأكيد أن هذه القمة تمثل بداية جديدة لمستقبل واعد.